بعضهم يقول أن الإمام إذا أحدث أنه يجب عليه أن يبقى مستقبلا القبلة وأن لا يقول بلسانه أتموا لأنفسكم وإنما يشير إشارة ولا لا هذا ما الأصل بطل الصلاة يتكلم ما في بأس لما تبقى في الحال بطل الصلاة سواء انصرف أو لم ينصرف أو انصرف بطل صلاته بنفسه لأن يحتاج الحديث اضطر إلى الانصراف يقطعها بنيته ويقول تقدم لا له جر أو يأخذ بيده ويقدمه لو انحرف قال أتموا لأنفسكم يعني قال ما في بأس يقول لأنفسه أتموا لا أحس بالحدث ولا يقطعها يشقى عليه يقطعها ويقول له تقدم واحد منهم صلي يصلي يعني ما تأخر يبكي وهاي نعم إذا أحد يحدث ولا نمخي وهم يقدم وهاي هل أحسن يقدم واحد حتى لا يفترقوا يقدم واحد يسلم من صلاته يقدم واحد يصلي بيقو صلي بيقو هو يقول ابن عصر لا يبني عصر هذا ما بعد أحداث يبني على كل حال اللي في الخلاف إذا أحدث هل يبني أو يستحدث أما الذي ما بعد أحدث قدم واحدا منهم قبل أن يتكلم وقبل أن يحدث هذا يسلم خاصة ركعتين مع الإمام وقلت قلت وجاء واحد صف معي وجاء معه واحد قدم واحدا منهم ما في تجلس تصح على الصحيح نعم.